ضحية. الاسم صوفيا المريخ. اللقب صوف. العمر 28 سنة. الوضع العائلي مين الحشور فيكن؟ الهواية الجيم، الرقص، السينما والقراءة. الجلاد. الاسم رولان بوعبود. لقب رو رو. الصفة صوفياس فريند. التفقت أنا وفريق درب مبكر إنه نعمل درب بصوفيا المريخ. أنا رايح على أجيبة ورح يكون بالدرب رح يكون في حادث كتير صغير إنه خبصنا شخص ورح يكون في كتير ناس رح يفوتوا بالدرب، فإن شاء الله يزبط الدرب وبون شانس لصوفيا. تحضيرات، مشاورات، توجيهات، دقة بالتركيب، عجقة بشر، تنظير. اف شو هيدي؟ خلينا نشوف شو القصة. يلا روح. بس انا زيح يا ريتا. انا ما انا 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 لا 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 حبيبتي قومي. شو بك شو بك يا عمي؟ شو بك منيح انه صوفيا عم تحكي على التليفون وما حست انه القصه تمثيل بتمثيل. شو صار لك؟ سوري اجري. مش معقوله. سوري شو صار لك؟ اجري دخول. ما معقوله شو بك؟ ما في دخيلكم. شو عميلك على قلبك انت؟ طب لا خليني ساعدك، خليني ساعدك. ما في ايه، ما في ايه، خليني ساعدك شوي. ما في جرب لش. صوفيا الضرب فيكي مش فينا. طب حركي حركي شوي. ما بقدر حركيها شوي. ما بقدر شوي. ما انا جايبتها للمستشفى بعدني. يا الله شو بك شو بك يا عمي؟ طب ريحي ريحي مديها مديها. ايه مبكره عم انزل. ما قشعت شو عم يلك قلبك؟ بس هلا جايبتها من المستشفى. يا الله اختي تقبريني. تقبريني. ما عادش فيي اتحرك. شو بك؟ يلا خلينا شو بك يا اخي؟ انا نقلع على المستشفى. ما طالعين على هون مكتب بالسابع. ما بيصير هيك. شو بقى نعمل؟ شو شو عامل على قلبك انت؟ شو عامل على قلبك؟ لو انت مش عايز تعطيني بكون معكم بنت بينامي على قلبكم. ومش حيلا بنت يعني. هلا طلعتها من المستشفى. نحن بس عم نرجع عليها. توقف هون. انا جاي على يا تجيب صليب الاحمر. دقيقه بدي طرف لصليب الاحمر. لحظه ما تدق لحدا. روق روق. خليني ادق بس الا ل بدي تدق لصليب الاحمر. ما بقدر ما بقدر بليز. لا ما بتعمل اجرة. يا الله يا الله دخيل هالنهار هالنهار علينا. مديها جربي مديها. ما بقدر ما بقدر خلص. الو هلا جايبتها من المستشفى. ما بقدر. اجت الضربه هون على جنب. ليكي انزلي بليز في عنا مشكله. انزلي بليز يلا بسرعه. عندي مشكله خبصنا وحده نحن عم نصف. قال طلف لصليب الاحمر. يلا باي. مزهر مزهر. يلا نازلي نازلي بنت خالي لانه دقيقه بدنا مزهر. مزهر في حدا هون؟ مزهر جيبي لنا مزهر بليز. شيلي لهم حدا لانهار خبصتها السياره. ايه منيح اللي قلتي لنا. طيب على الوعي. طيب كبنا شو بدنا نعمل فيها؟ روقي لما شو ضغطك روقي. بس جربي لاقي شي طريقه. ننقلها على المستشفى حبيبي. ننقلها على المستشفى. طيب يلا نازلي بنت خالي بتقدر تساعدنا اكثر لانه جربي عادي مثلا لورا شوي. ما عم بقدر ما عم بقدر. اجت الضربه هون. طيب خلص خلص. طيب يلا ما معقوله. خليكي هيك.
يا الله ما النهار طب لبي طيب ليش ما رجبت لها للدموازيل هات لنشوف اذا جابت لنا بس انا عم واقف شو جابك هيك يا الله كيف بدك تجيب السياره سيارتي ما انا قاطع سيارتي لهون لاطلع فيها جيب لنا نقطه ماي ماي مش ماشي رايقة بس موجوعة عندي ماشي يلا مالي هلا بتنزل بنت خالي وبيمشي الحال بنت خالو بتكون سوبر وومن نقطة ماي بليز أمينة ماي عندكم أمينة ماي زي الصغر بليز أمينة ماي نشتغل سوا نحن بس وين الوجع من هون اجت ايه ما عليه مهم شيء اجت كوزينتي راشال صوفيا صوفيا راشال كوزينتي اللي بدك تلاقي فيها ماشي عم برجع اريار ايه عم برجع ايه هلا لا ما بعد صبي هاي وش فيه انا بدي تلفن للشو اسمه للامبولانس هاتك انت شو بدي اعمل صوفيا يعني بيك الموت بليز بس ما تتاخروا لان ما في اتحرك الو ابن اختي انت هون امال ما عرفت خالتك تطلع لعندكم على المكتب انا شفني صليب الاحمر خالتك ضربتها سياره امال معروف يلا تعا بليز ريتا نسيت تعطيه العنوان هون هو هون هون وين بس يا الله يا الله يا الله هلا شو بدي اعمل انا اعطيني اشربي ماي سوري عن جد يمنى رح اطلب منك شغله بعد يمنى شو بدنا نجرب نقعد على طيبه لانه هيك ترتاحي اكثر ما بقدر مش قادره يا ليكي انت قاعده هيك بدك ترجعي لورا ايه وتمدي اجريكي هيك انت ما بقت موجعه مستحيل ما بقدر ما تقبي بس كبي ظهرك شوي لورا مش قادرة يا الله مش قادرة تركيا الله يرضى عليك تعملي لي قصة فيها جايين يا الله يلا دقيت له لابن اختي روقي أنا لمين دقيت لابن اختي بجيب الامبولانس بس بسيطة ما زالك عم تحركيها بسيطة مهم ما تكون انكسرت هون المصيبة مش قادرة بس عم بتحركيها معناتها صوفيا منطلع ما فيها نشيلها هلا ولا نحركها خلص ليش برافو يمنى خلص خليكي حبيبتي وحياة الله شو هالنهار اليوم يعني شو بك انت ما كنت شعتنا والله ما عم برجع اريار يعني مش مفروض كنا اشتكي غرات صوفيا يا الله خلص روقي اذا في كلينكس بليز معكم انتم كلينكس معك كلينكس طالما معمول معروف معك كلينكس لا ما معي سكرني هدي سكرني لك الباب اصحي يا عمي ما ياخذك الك كمان شو بقول اليوم يا عذرا يا الله اليوم على هالنهار ما فيش معي كلينكس معك كلينكس؟ دمازيل معك كلينكس؟ لا ما معي حدا معه كلينكس؟ تقبريني اختي ايدك علي موجوع بليز يا الله وحياة الله شو بدي اعمل لها يا عمي؟ وين صاروا؟ مش مشكل يا الله اليوم بالنسبة لإلك مش مشكل بالنسبة لإلك بس انا بكره يا عمي شو بدي اعمل؟ يا الله انا اليوم انهار للي يا الله الله يعني شو صار مش اشعنا كان لا ما انا عم برجع يمكن انا ما انت حق عليك حق عليك يا يمنى موجوعه وحق عليك صوفيا
صوفيا بس ما بتعرفي يعني. يا الله وين صاروا هودي؟ ارجع اتصل فيهم. يومنا راح شوي الوجع. لكن نخلع على المستشفى بلكي تاخروا شوي. وحياة الله بدي عطله ضرر. انت لهذا ها زلمه انت مش مزبوط. ليه يا عمي ليه يعني بتضربها وبعدك قاعد رايق؟ احنا جايين لانه على هيدي البرودكشن جايين وعاسس عادي. انا عم برجع انا هلا طلبت ولد بدي تنتبه لازم كمان تخيل ظهرتها. انا من الغلط نحن هلا هي اول شيء نطمن عليها بعدين شوفوا القصص الماديه مش مهمه هلا. اجوا تقبريني اجوا اجوا. شوفي شوفي ولاد اختي ولاد اختي عم يرجع المسيا لورا. اجا شو بقى؟ بك شيء صاير شيء معقول؟ انت مين هي؟ ما بعرف ايش مين كان معه؟ دوموازيل صوفيا المريخ. طب شو كنت لبيتي يعني شو صار؟ شو اللي ماشي عم يرجع لورا؟ معنا خبطه ايش؟ طب وين كان؟ وانت ما كنت عم وين وضع السياره؟ أجار كنت عطينا على السيارة ودخل السواقة والهوية. ليلى شو بدك؟ هو قاعد معك مش هيك؟ ايه بس كان ملتهي فيا اكيد ملتهي فيا. مش ملتهي فيا انت؟ هلا مش وقت الحوار. خذوني شيلوني من هون. تعال شيلها من هون. دفتر السيارة دفتر السواقة. فين ورائك؟ دفتر سواقتك؟ لا ما راح اعطيك ورائي. انا دخلت فين ورائك يا معلم معروف؟ بلا معلومات نحن معلومات بدنا وراءك 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 دفتر السواقة دفتر. طبريني روقي روقي يا حبيبة قلبي روقي. حتى بيجي نقعد بعيد عني ما قلت تاخد تليفونك. عرفي نحن اوعى اوعى تجرب تاخد تليفونك. صوفيا عم تعمل اتصالات. عمال معروف تنحلها بمصاري. هي انت عم بتحلها بالمصاري.